سلام بنات، انا تلقاو فيديو جديد هذا النهار. الموضوع هو الموضوع اللي طلبتيه مني بزاف، هو ليلى نعطيكم لا روتين شوفو ديالي وشنو هما الحاجات اللي كندير باش كيطول لي شعري. الو غادي نعاود ندخل لكم شعري باش تشوفوه. دابا راه مغسولش، غسلته البارح وخليته نشف ناتوريل. جونغ ان فيت كنشفو مجموع، ملي كنبغي ندير لو سيشوار ولا ليسور كنديرو حتى لغدي. الو هذا هو شعري عادي، اللون ديالو هو هذا، بون ماشي كولور ناتوريل بيان سور. عندي الشيب انا هجم عليا ملي كانت عندي 20 عام، وانا عندي الشيب هنايا، يمكن اكوز دو الصباغه اللي كنت كنصبغ. كنشوف راسي في الغوتور ايكران، مي صراحه تعلمت انني نتعايش معاه. كنصبغ شعري نوبه في شهرين، في 3 شهور، باش ما كنحاول ما نتكرفش عليه. الو الحاجه اللي كندير دائما هي كنحاول ندير لي بان دويل نوبه في السيمانه قبل ما كنجي الناس، ولا كاع تاليتها حتى الا كنت مزروبه على الاقل واحد الساعه ولا نص ساعه كاع قبل من الدوش. كنجي وكنقبط وكندير لي بان دويل بحال اللي كتشوفوا هنايا. شنو هما هاد الزيوت اللي كندير؟ انا صراحه انا ما عنديش، كنقبط كنكب في يدي، مي مؤخرا وكعندي زيت وحده اللي كنخدمها هذه واحد العامين ولا 3 سنين، اللي هي ويل دو ريسان ولا زيت الخروع ولا بلونغلي اللي هي كاستر اويل. الوغ هذا الزيت هذه علاش قلت لها لكم بلونغلي؟ لان كاين بزاف نتاع لي فوندوز اللي كيجيبوا الزيوت من امريكا ماشي كوم سا تكونوا عارفين. ويل دو ريسان باغ اكسبيريونس، وحق الله العظيم زعما نحلف لكم عليها، كطول الشعر فريمون، كتخلي الشعر كيطول. دونك بحال اللي تشوف لا فيديو كنجي كناخذ زيت الخروع مع الويل داموند والويل دو موتار اللي هي معروفه انها كطول الشعر، كنجي وكنقبط وكنديرها في لي غاستين هنايا ديال شعري. كنشقق بها شعري وكنخليها ليله كامله، ساعه ساعتين ساعه، مهم خاصني نديرها نوبه في السيمانه. وفريمون غادي يبان لكم الفرق، لانه ان فيت نتوما اللي لاحظتوا، لانه شعري كنقصر وانتوما شتي وكنقطعو داكشي كامل وكنتكرفس عليه بالصبر وداكشي كامل، مي واخا داكشي كيطوال. دونك هادي الحاجه الاولى. لي دو لي برودوي واحد اخر اللي كندير هما لي ماسك دو نوي ديال سيفورا. الوغ سي دي ماسك اللي كيتباعو عند سيفورا، كتاكوت واحد 4 ولا 5 اورو، فيهم لا كريم وفيهم لا شارلوت، سيتادي هذيك اللعيبه اللي كديرو في الشعر كديروها كتباتو بها وكتفيقو، فريمون الشعر كيصبح غزال، ملي كتغسلو كيولي زوين و تيسون بان ديك لي شوفو ايسون نوي. حاجه واحده اخرى اللي كندير هي الشعر، ما تقوليش انك الا بغيتي الشعر كيتواصل فيديو ما خاصكش تقطعيه كاع، سي با الكا، لانه خاصك تقطعي لي بوينت باش ديك الشعر كيتنفس وعاد كيزيد كيزيد يكبر. وسورتو الا كانوا عندنا ديك لي بتيت بوينت اللي كيخنقوا الشعر، حيت هما كيكبروا مي كتكبر الزغبه كتكبر هكا مفرقه. الوغ حنا ماشي داكشي اللي حنا بغينا الزغبه تكبر مقاده، وما يكونش عندنا التحتانين ديال شعرنا اللي يكون هو خفيف بارابور الفوقاني. لي بان دويل ولا ملي تكونوا كتغسلوا جدب انا جدب، ولا ملي تكونوا كتغسلوا ديك الساعات كديروا دي ماساج كابيلا غير هكا هكا بيديكم هكا على راسكم، صافي انورمون دو بيان. راكم بحال اللي شفتوني كنديرها في لا فيديو، كتحركوا لا سيركولاسيون سانغين اللي عندنا في الشعر. حاجه واحده اخرى هي تمشطوا شعركم على الاقل نوبه في النهار، لان ديك لو سيبوم انا ما كنتش مشكل اللي كنمشط شعري، كنت كنمشطو من الحمام للحمام، حيت شعري مشكل ملي كيتمشط كيتنفخ، مي تعلمت انني نمشطو في الليل قبل ما ننعس. ديك لو سيبوم اللي تيكون عندنا هنايا اللي كيتفرز هنا في الجلده ديال شعرنا، سا سو بروباج على الشعر كامل، وهذا حاجه مزيانه. دونك ما نخليوش حتى النوبه في السيمانه عاد نديروها. اون بلو ديك الزغيبات اللي كيطيحو الشعر اللي كيطيح ملي كنت كل ديك الشويه اللي كيهبط كل نهار كيكون ما كيكونش باين، ملي كتمشط حتى النوبه في السيمانه ولا من الحمام للحمام، ديك الساعات عاد كيبان فريمون بحال يطيح لك الشعر بزاف. الوغ كو نو سي دي شوفو لي طاحو كل نهار كيطيحو شويه، ما تيبقاو مجموعين في الشعر. دونك فوميو انك تزولو باش تخفي تخفف على راسك. نصيحه واحده اخرى اللي يمكن نعطيكم هي انكم تاسباسيو لي شامبوان، ما تبقاوش ديروا تغسلوا بزاف الشامبوان واخا كدوشي في وسط السيمانه ولا شي، حاولي ديري شامبوان نوبه في السيمانه. سي فري كسي با فاسيل، مي حيت لي شامبوان سا اغريس لي شوفو، و الا كان عندك لي شوفو غرا ديك الساعه تبدي تخدمي لي شامبوان سيك باش كيابسوربيو ديك لو غرا اللي تيكون في الشعر، وكم سا طولي الفرق ما بين لي شامبوان. واحد لو بوان واحد اخر اللي هو لي زويل اسانسييل، وبالاخص الزيت ديال الخزامه. هادي فريمون زوينه بزاف، زوينه بزاف في جوج حاجات. دابا غادي نهضر على واحد الموضوع اللي ما كنطرقولوش بزاف، لي جو سي مي با الناس علاش ما كيبغوش يهضروا عليه. بالنسبه بعدا، اولا زيت الخزامه ديروا قطرات مع الشامبوان ديالكم، زوينه كتبقى ريحه زوينه في الشعر. دوزيام شوز، ملي تكونوا ملي تغسلوا شعركم كاريمون كومبليتمون زعما ديروا قطرات جوج قبطو من ديرو في لي غاسين. الوغ دو ان ملي غديرو في لي غاسين كتبقى لكم ريحه زوينه في شعركم، اي دو سورتو بوغ الوليدات الصغار اللي كيمشيو ليكول اي تو، كاينين لي بو اللي هما القمول. في لي زيكول كاملين ما تقوليش ما كايناش شي ايكول اللي ما
ما كيجيوهمش لي زونفون الخمول، سي شيء عادي. دايوغ حنا هنايا يلا اون روسي واحد ورقه من ليكول كوم كوا لي بو 100 دورو، كيعطيونا لي تخوك كيل فو فير مني يجيوكم، مني كيجيو القمول شنو هما خاصكم ديرو. لي دغا لي شي كامل خاصو يتغسل ا 40 دوغري. المهم فريمون بلان دو كونساي، دوماج ما لقيتش الورقه كنت عولا نبارطاجيها معكم. مي بور فو دير ان تخوك بور بريفينير، دونك بور لا بريفونسيون، باش انكم تفاداو انهم يجيو. انا صراحه ملي كتوصلنا ديك الورقه كنقول شنو هما الحاجات اللي خاصني ندير. جوج حاجات كنديرو، اول حاجه كنجي كندير دي ماسك شوفو، مالك بغيت تركب البونطو عافاكم. لي ماسك شوفو اللي كنديرهم ب لا نوا دو كوكو، دونك سا بيرمي انها كتقتلهم. دونك الا كانت شي حاجه صافي عرفوها غادي تخنق. وال لويل اسونسييل ديال الخزامه حتى هي ما كتخليهمش يجيو، كتعطي ريحه زوينه. وحاجه واحده اخرى ام تي كونساي فريمون، سي نشفوا الشعر بالسشوار، اي سورتو هاد لو كوتي هذا نتاع هاد لابارتي هادي نتاع مول ودنين. المهم هادو سي دي كونساي اون جينيرال، انا قلت لكم ملي كتوصل ديك الورقه سي لي تروك اللي كاين. واحد لو بوان اخر اللي بغينا نهضر عليه هو لي لي بو ولا الخمل، سان ريان دو، ماشي زعما اه نو تي با كتي هضرتي عليهم سي با بيان باغ سي كلاس سي با كلاس ولا ما نعرف داكشي كامل. سي ان تروك لي كيوقع فيما كنتي، دونك فريمون سي ريان دو غراف، ما عندو علاقه لا بلا بروبرتي لا بان بنات كتمشطي لهم شعرهم ما عرفت شنو، ما عندوش علاقه بالنظافه، فهمتي؟ راه شي حاجه اللي كتجي اللي ما عندها حتى علاقه بالنظافه. من بعد غادي نجيو ونقولوا لو تيب دو شامبوان ديالنا، وهنا بصح اللي كنقول دائما خاصك تختاري لو تيب دو شامبوان اللي غادي يجي مع النوع ديال شعرك. دونك الا عندك لي شوفو كولوري كتمشي كديري دي شامبوان كولوري. انا صراحه واخا عندي لي شوفو كولوري ما كنخدمهمش، لان كنخدم سورتو لي شامبوان كي سون بور لي شوفو اندوماجي، لي شعر ناشف، لي شوفو سيك، لي شوفو المهم انا خدتكم اندوماجي اي سيك. لي شامبوان مي فافوري مي فافوري عندي هذا نتاع كيراستاز، سي لو هذا لا غام نوتريتيف تاع كيراستاز. هذا الشامبوان هذا غزال، كو سو سوا لو ماسك لابري شامبوان اي لو شامبوان، فريمون زوين بزاف هذا. دايوغ راه قرب يتسالا. Pour vous dire, je suis une grande fan de la marque Kerastase, qui est la gamme Elixir de Home Tahiezuine Abza. Une autre marque, c'est Redken, ou la gamme Hadilia Soft Mega. Donc, Tahiezuine Abza, le shampoing, l'après-shampoing et le masque sont hyper nourrissants. دايوغ انا هنايا باقي لي لابريشامبوان حيت سي با ان تروك لي كنخدم بزاف، ملي كندير لو ماسك صافي كنزابي لابريشامبوان، كنمشي انا نيشان شامبوان اي ماسك وخلاص. هاد لا مارك هادي هي غزاله بزاف، وكاينه مارك وحده اخرى هي نسيت سميتها، زوينه بزاف هي هادي لا مارك شي. هادي عندكم في المغرب كتباع في لي بارافارماسي، اي فريمون لا كاليتي ديالهم زوينين بزاف، لو سيروم اي لي توب. دونك هادو لي شامبوان لي كنخدمو، بحال لي قلت لكم خاص لو شامبوان يكون ادابتي للنوع ديال الشعر ديالكم. بالنسبه لي ماسك، انا هاد لي شامبوان لي وليتكم كنخدم لي ماسك ديالهم، ودغنييغمون للبنات خدمت هاد الماسك هذا نتاع فروكسيس اللي فيه 98% تاع لي زانغريديون ناتوريل، كنت وريت لكم فواحد الفلوغ، وهذا تبعت النصيحه ديالكم. انا صراحه مازال ما خدمتو لشعري، بون مالك ما باليش الفرق في شعرها تبارك الله، حيت مازال بوكلي مش نتفو داكشي كامل. مي بوغ ايناس بان لي انه فريمون شعرها خرج زوين، ديك الغسله هذيك خرج زوين. لو بوان لاخور اللي خاصكم تردوا له البال هو بزاف، ملي تجيو ديروا السيشوار اولا بعدا حاولوا تيفيتيو السيشوار. بحال دابا انا شعري فريمون راه ما كنديروش السيشوار بزاف، ما كنديرش ليسور، ما كنديرش البوكلور، كنحاول ما نديرش بزاف فريمون السيشوار، كنحاول ما نديرش بزاف، نخلي مي شوفو او ناتوريل. مي المهم نهار اللي بغيتي قلتي اوكي انا بغيت ندير ان بروشينغ، بغيت ندير سيشوار ولا شي حاجه، ما تجيش وتخبط ديري ديك لو برودوي على شعرك نيشان. ابليكي ان سيروم بور لي شوفو، و ابليكي لي سميتو شكي عيطولهم لي بروتيكسيون تيرميك، دي برودوي كي فون بروتيجي شعرك من السيشوار. دونك انا اللي كندير دوبوي جو بونس دو ولا 3 ans هي هادي تاع شو اي ميورا. دونك هادي راه جو سويف ما دوزيام، راني حد لهنايا وبيان سور ما كنخدمهاش بزاف، مي كاينين بزاف، كاينين تاع ال سيف جو بونس عندهم بروتيكسيون تيرميك، كاين كيراستاس، هي فريمون كاينين دي برودوي زوينين اللي نهار تبغيو ديرو السيشوار ما فيها باس، مي حافظوا على شعركم. حاجه واحده اخرى اللي كنخدم، دونك هذه سي اون ويل سوبليماتريس دو شوفو، هانتوما شوفوا هذه نتاع لا غام كيراستاس نتاع اليكسير فوالا نتاع اليكسير اولتيم. الوغ هاد الويل هادي كتعطي لا بريونس لي شوفو. انا دابا غادي نجي سي بون غادي يبان لكم ولا لا، مي ملي تيكون عندي ديك الشنيت فات وشعري كنحس به تاغن، كنجي وكنابليكيها، درتها في جبهتي
مي فريمون كتجيني كتعطي شويه د اللمعه للشعر. جو سي با واش غادي يبان لكم، مي فريمون جو تروف انها كتعطي اللمعه للشعر، كيولي الشعر زوين. دونك هادي كنابليكيها دائما صراحه. جو سي با واش فيها اون بروتيكسيون تيرميك، فوالا سي جوست اون وي سوبليماتريس دو شوفو، فوالا بور دوني دو ليكلا. اي فريمون كتعجبني بزاف، وكتنزل لي ديك الشنيتفات اللي تيكونوا عندي. وحاجه واحده اخرى بوغ الشعر، سي لي ماسك دو نوي ديال الشعر، مي ماشي ديك لي ماسك دو نوي بحال اللي قلت لكم تاع سيفورا اللي غادي تباتو بهم ولا غادي خصكم تغسلو. كاينين دي ماسك دو نوي مشكل واحد اخر، هادو شفتوهم عندي في لي فيديو بزاف، بحال هذا تاع شو اي ميغا. هذا سا بيرمي انك ديريه في لي بوانت ديال شعرك، كديريه هنايا وصافي، وكتهكك وكتجمعي شعرك كتنسي ما غدي في الصباح كتفيقي كتمشطي. المهم ديك لي بوات ما كيبقاوش ناشفين. دونك هنا في هاد لا فيديو غتقولوا لي ليلى خدمتي لي برودوي بزاف وديكشي كامل. جو سي كو خدمت لي برودوي بزاف وليتكم بزاف ديال لي برودوي، وهاد لي برودوي هادو انا شخصيا كنخدمهم. دونك كتسولوني ليلى كيفاش شعرك كيطوال واخا كتقطعي واخا كتصبغي واخا هكاك، ها انا قلت لكم شنو كنخدم. وراك بحال اللي كنقول دائما كل حاجه صراحه شي حاجه انا بارطاجيت لي انا كنخدم. كاينين دوطخ مارك واش غادي نقول لكم البنات، بارطاجيو معنا لي مارك اللي نتوما كتخدموا، با فورسيمون يكونوا هادو نتاع لي مارك اللي غيكونوا غاليين. جو سوي ديزولي لان زعما ملي كنجي نشوف لي برودوي ديالي ديما كتقولوا لي ليلى حاولي تعطي لي غران اي لي بوتي بودجي. انا صراحه كان بارطاجي لي انا كندير، ان شاء الله ملي غيتسالاو لي ديك الساعه غنحاول نشري دوطخ برودوي اللي عندهم ان اوتر بودجي، كوم سامبل نعطيكم الراي ديالي على كلشي. مي جون هادو هما انا لي برودوي اللي كنخدم. جيسبر ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم، كون جاوبت شويه على التساؤلات ديالكم على شنو قلت لكم تو سامبلومون انا شنو كندير. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تلايكوا لا فيديو تابوناو في لاشين ديالي وفي انستغرام ديالي اللي هو تو بور سو فير بيل. نخلي لكم هنايا وهنايا باش غادي تشوفوني شنو كندير فيه. اي سور سو جو في دو غرو بيزو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.